نهاركم سعيد إن شاء الله ومبروك وحسن وعجيب. إن شاء الله ديما ضحك. أهم حاجة الضحك، أهم حاجة الضحك. الله يكيخ كيخ. حبيتك تنسيت الكيخ. شايف البحر وشو كبير. قطوستنا تجري تجري وانا نجري، قطوستنا تجري تجري وانا نجري. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم صباح الخير كيخ كيخ مع فقرة مع الصحافة. نطالع في صحيفتنا اليوم، فهناك ما نطالع. أهلا أهلا وسهلا، تفضل. مرحبا استاذ. وجه ولا شعر؟ وجه. وجه باي. ممكن ترفع وجهك شويه باش نبدو؟ خليها شعر. قوية يا حمد، والله نوت سعيد. نهارك سعيد يا أخويا. كل حمد هذا كيخ بك، جيراني كلهم مكيخين. وين الله الله كيخ ومعي واجد. جو هم اللي هذا مني طال يسرب الحوش ولا حاج. تفضل يا حاج. يا حاج. أيوة. الحمد لله. طلع. تفضل. أنا الفنان التشكيلي ضيفك في البرنامج يا أستاذ. تي قبل نسيت. أعزائي المشاهدين، رحبوا معايا بضيفكم الفنان التشكيلي. شنو تحب تقول لنا على الفن التشكيلي؟ أنا جميع أعمالي ولوحاتي يا أستاذ نطلع فيهم من الأعماق. الصبح يا اخويا، صبح مازال صبح. طلع لي في اعماقك على وجهي انا في الصبح. فهمني يا استاذ، انا نطلع في اعماقي للناس، نحط فين علي ورقه، مرات نحط فين علي لوحه، ومرات نحط فين علي ساس، ومرات ما يصحليش بكل يا اخي. انا حر رد فين. شنو هن اللي ترد فيهن؟ بس تبي نعرف انا شنو هن اللي ترد فيهن. أصلا مرات الجو يقعد مسقع شوية يا أستاذ، أنا نخاف عليهم من البرد.
فرد فيه الأخرى. نبي نعرف بس شنو هن اللي ترد فيهن؟ أعماقي يا أستاذ، أعماقي. أعزائي المشاهدين، أعطوني دقيقة واحدة بس نضرب هذا الطريحة ونجي. تعال كما ترى، تعال اضربني يا انت راجل، تعال تو والله شديد، تعال نبي نعرف. وين أعزائي المشاهدين، اعترافوا بصلاح خير كيف كيف مرة أخرى. ما عبيت ما عبيت كي ما قهيني من زمان قهيت كي ما قهيني من زمان قهيت جيت الشديد اليوم دفايت القديم اليوم جيت الشديد اليوم دفايت القديم اليوم ما عبيت يا صغيرونا. ولذلك تعال انت وياه كانك شي متاخر. والله استاذ انا امس حلمت يعني حلم هو ان انا سافرت وفي الرد الطياره طولت. وانت؟ انا كنت مروح بيه في المطار لكن هو اللي طول وراقب. صح صح صح. كيف كيف تخدم في الصبح في الكوشة وفي العشية مع أخوي. وأخوك وين يخدم؟ في العشية في الكوشة وفي الصبح معي. يعني أنت وأخوك في الكوشة؟ ما أصلاً أنت مش عارف الشاي. وكان الشاي؟ شاي بسبك وفي العشية يجي يكسب مالا في الكوشة. كم عمرك؟ 40 35. نعم يا حنة. 35 25. شنو؟
20 17 7 سيد القاضي، هذه مفروض نسجدوها قبل ما ترد البطن أمها. ان شاء الله على الناجح، نعم عليك ربي. هاك السنه نجحت صح؟ اكور شكرا يا بوت. السنه الجايه تنجح ننفخها لك ونلعبوا بها. لا ورا الدب عين هيثم، فيش واحد يقول على بوت دب دب، وين فيش اي دب في الموضوع. شخبارك يا جويرتي؟ كيف حالك؟ الله يسعدك الحمد لله. شخبارك انت؟ شن دايره؟ شن حال عويلتك؟ كويسين والله بخير. ماشي يا جويرتي، نلقى عندك جبنة بيتزا؟ حاضر حاضر، ايه من عيوني من عيوني، حاضر. لك لا من عيونك، نبيها من الثلاجة. طولت عليك يا جوزتي، اتفضلي. والله ما عندي الا هي يا راه، سامحيني. السلامه، سلميني على ويلتك. شكرا. مش عفوا. شخبارك؟ الحمد لله كويسه. كويسه. ماشي جبرتي، نقع عندك جبنه بيتزا؟ لا ما عندي، ملت. خساره، واطي نكسر غير الجبنه بس. لا خسرت لك معيشه، الدكان اللي حذانا فيه. لا يا بنتي غاليه. طولت قعدتك في المستشفى يا منير. يا راجل داروا لي العملية وطلعوني بيهي وردوني مرة أخرى، طلعوا نسين المقص في بطني. لي 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 نسيوا المقص في بطنك؟ هك ذي معناها داروا لك عمليتين؟ لا 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 أكثر. كيف صار؟ ردوني مرة أخرى، طلعوا نسين القطنة في بطني. لي 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 نسيوا القطنة في بطنك؟ هك ذي معناها داروا لك ثلاث عمليات؟ مانو هضيهي؟ هضاي الدكتور اللي دل العملية. خير دكتور، لباس تدور في حاجة؟ تلفوني من أول ما درت العملية ما أشبان عليها. كم رقم تلفونك؟ 099 بيهي 999 بيهي 99 كلها سبات. ربنا. الحمد لله تلفوني، فتوني غرفة العمليات، عملية مستعجلة، عملية استئصال نقال. شباب غرفة العمليات عندي مكالمات ضرورية. هي عمو
العملية ونحول لك الكبد؟ كنت بنقول لك اني نال مرافق المرافق. سعيد سعيد نبكيري رايت على بنت خوي خير لك. الله يمي امي كيري هذه جبنة جبنة حق رايت على بنت خوي تن تن تن. حصلت ريحة سمحة. انا نقول حطني جنب الطريق يحطني جنب الطريق سبحان الله حل حل بشنطي بس طلعت منها والناس صفرة. أنا وين شنو المنطقة دي خير؟ أو أنت يا أنت ما في حد فوق شنو المنطقة هذه يا ربي بس أنا شنو جاب؟ ممكن سؤال؟ أسمعي وأنت ساكتة. ما نسمع في شيء انا اصلا هذا اللي مهبلني يندوخني اني حتى لا ما نسمع في شيء يمطرشك مطرشك مش متى اشعار واجد واجد اشعار ما يردوش علي مش فاضيين هذا قاعد يقرا مثقف وهذا سارح أنا نبي واحد مش مطرشك في هالمنطقة هذه يرد علي بصراحة يا أبله نعم والله هنا قبل أن ندور واحد نسأل لك مبين نجاوبك عايز عشان اليوم سبت ولا لحد لا اليوم الاثنين سبت ولا حد الاثنين ما بعضهن الأيام كانت غريبة مش مهم مرحبا أيها السادة النظارة الكرام إليكم نشرة أخبار كيخ كيخ نبدأها عفوا بأبرز العناوين عفوا أيها السادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شنو هذا يا شنو اللي يصير لي أنا يا جماعة شنو هذا هذا شنو هذا والناس تهابي حضورك
قمري تهدى في الزمان بنورك والنشتة بحذورك قمري تهدى في الزمان بنورك ما قلت ليش مراتك الأولى منش ماتت شربت السم بهي والثانية منش ماتت حتى هي شربت السم والثالثة منش ماتت ضربتها بالرصاص عليش ما بتش تاخذ السم هاي معانا وانسى كل هموم